الحل السلمي كالآتي عزيزي. الحل السلمي جزء منه كبير بيد السيد الصدر، حتى وإن كان أكو ضغط من الجانب الإيراني عليه. لا يقول ما أكو ضغط إيراني، لا أكو ضغط إيراني وأكو تهديد بالقتل وأكو مسيرات محضرين فيها سيدنا، وإحنا نعرف ومن سنة زمان أنا حاجيه، والإيرانيين خطرين اللي يوصلون يضربوا لهم واحد بنيويورك ومحمي وجنسيته بريطانية ويضربوه، هسه فاسق كافر منه علاقة به، لكن هاي دول بها قوانين، ويريد يقتلون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ووزير الخارجية السابق. فمو صعب عليك انت بنص العراق وبالنجف ودائما ما يوصلوا لك، لا سيدنا يوصلوا لك، بس الايرانيين اذكياء ما يريدون يسووها وياك هسه، يريدون يضعفوك ويسقطوك بعين الجماهير. وانتبه لهذا، هاي وحده. الاطار ما ظل عنده شيء، الاطار اخذ مني مالات الصدر 15 وعلى اساس يجيب له حكومه يشكلها ويسوق على الصدريين بعدين، لعبه انتقاميه مال تفكير مال ساتجين زين، هم ما ظل عنده شيء. الان الحل جزء كبير بيد الصدر، أن يحسم المسألة باتجاه الآتي. أما أن ينسحب ويترك البرلمان ينعقد ويظل يتظاهر وما أدري شو يسوي ويضغط عليهم إذا سووا انتخابات مبكرة، أو يبقى لكن يتحرك بإسقاط هذا النظام كما ذكرت لك، بأن يقوده بشكل عسكري. طيب آلية إسقاط النظام عسكر حبيبي، عسكر انقلاب عسكري، ما معقول هذا انقلاب عسكري. هو انقلاب حصل أستاذ نجم، الانقلاب حصل، حسن سمين انقلاب أبيض، حس هذا انقلاب أبيض، لكن أنت تقول من خلال شخصية عسكرية، يعني جيب الدبابة وجيب المدرعة وجيب البيكي، لا شلون؟ لا لا ما أقصد هذا، هو السيد الصدر الآن يمتلك الحيز الأكبر على السلطة التشريعية، يأتي بضابط عسكري يعلن حالة طوارئ هذا الضابط، ويأتون بموظف مدني بعنوان رئيس وزراء يقول له تعال ديرها ست شهور سنة حكومة طوارئ لو إنقاذ. نعم حكومة طوارئ، لكن الملف الأمني يكون بها شخصية عسكرية وطنية محترمة، الملف الأمني، واللي طلع سلاحه واللي يشيل إيده سرايا ميليشيا معروف إيش كل جوا بالسجن. لكن هذا لا تعتقد أنه خطوة من هذا النوع تحتاج إلى قرار دولي؟ القرار الدولي هذا أقول لك راح يكون وياه، لأنه هو ما راح يسوي انقلاب عسكري، لأنه هو سوى الانقلاب أصلاً. الآن أكو مقارنة تصير بأمريكا بالتحديد، مقارنة على مستوى عالي بين ما سواه السيد الصدر وبين ما سووه أنصار ترامب عندما دخلوا للمجلس النواب الأمريكي، تذكر هاي القصة؟ أي يقارنون بين القصتين. نعم هاي المقارنة لها فهم عميق، تعرف كيف؟ أي أنه هم ما رافضين هالخطوة بس يردون يكملوها. أنصاف الثورات أنصاف الانقلابات انتحار عزيز، لذلك يجب أن تكمل، لا تكمل الخطوة لا ترجع، أظل هالشكل المليون مالتك اللي هالآن مناصرين اسمعها مني سوف يتراجع ويصبحوا 50,000 من الناس. أستاذ نجم وأنت تعرف طبيعة البشر، شنو قاعد نايم هناك، شنو شغل عمل، وبالتالي هذه الخطوة يجب أن تحسم بهذا الاتجاه، ويجب أن ينسق مع حلم